السيسي يبحث مع مدير منظمة فاو الأوضاع الإنسانية في غزة، ويؤكد ضرورة تقديم كل سبل الدعم لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع. خلال الاجتماع التشاوري المصري الخليجي، شكري يحذر من عواقب أي عملية عسكرية في رفح، ويشدد على ضرورة وضع حد للممارسات المعرقلة لإنفاذ المساعدات. ومع اقتراب العدوان من شهره السادس، الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية بسبب حصار مستشفى الأمل لليوم 42. أخبار الثامنة التي تأتيكم عبر ميل الأخبار والفضائية المصرية. أهلا بكم، والبداية بعد هذا الفاصل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعي مصر لتحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية. جاء ذلك خلال استقباله مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، حيث شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، كذلك الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد شادانيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، والتي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة 2024-2027. أعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت عمرانيا وزراعيا وصناعيا، مؤكدا التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث أوضح السيد الرئيس سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية، منوها في هذا الإطار إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم. وقد أوضح مدير الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية بما تم منها وما يجري تنفيذه، مؤكدا حرصه على تعميق التعاون القائم بين مصر والمنظمة في هذا الصدد، بما يدعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة لتحسين الأمن الغذائي للشعب المصري. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثا معمقا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات برا وجوا لإغاثة أهالي غزة. أعرب مدير الفاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسؤولية والتجرد، مستعرضا جهود الفاو في هذا الإطار، ومؤكدا الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. وفي نهاية اللقاء
سلم مدير عام منظمة الفاو هدية تذكارية للسيد الرئيس تقديرا لما يتحقق في مصر من تنمية شاملة ومتسارعة في مختلف المجالات. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والمجر على كافة المستويات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير الثقافة والابتكار المجري ورؤساء 10 جامعات مجرية، حيث أكد مدبولي أن القاهرة تولي اهتماما كبيرا لمجال التعليم العالي ولعقد الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية في التخصصات المختلفة. هذا واستعرض مدبولي خلال اجتماع برامج التعاون الممكنة بين الجامعات المصرية ونظيراتها المجرية خاصة في المجالات التكنولوجية وفي البحث العلمي المشترك. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2024. هذا وقلد القائد العام للقوات المسلحة القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجا يحتذى به في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن تجديد مسؤولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الراسخة. كما قدم التحية لأسر القادة المكرمين على ما تحملوه من عبء المسؤولية الأسرية وتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم المصرية الأصيلة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء لخدمة الوطن والذود عن ترابه المقدس. أكد وزير الخارجية سامح شكري الأهمية المتزايدة التي تكتسبها آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسي يجمع مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف شكري أن ذلك يتيح فرصا مهمة لتنمية الشراكات وبرامج التعاون بين الطرفين. وخلال مشاركة شكري في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي بالعاصمة الرياض، حذر وزير الخارجية من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأية عملية عسكرية برية في مدينة رفح وتداعياتها الكارثية على المواطنين الفلسطينيين بها، كما شدد شكري على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أصحاب السمو والمعالي، كما اليوم ونحن نواجه أزمات متفجرة تلقي بأعباء متابعات غير مسبوقة على عاتقنا،
الرأسية الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الشخاف الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تحمل تبعات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة الخطورة، لا تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما تمتد إلى المنطقة كله وتلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين. كشفت تلك الأزمة عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة ومنفذة لفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ووضع حد لهذه المجازر والتجويع والحصار المفروضين على قطاع غزة وأطفاله الأبرياء، والتصدي لمخططات التهجير القسري لسكانه وما تنطوي عليه تلك الأعمال من مخطط ومنهج لتصفية القضية الفلسطينية. من جانبه أجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البدوي التأكيد على الموقف العربي المطالب بحتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أكد أهمية وقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع وضرورة إنفاذ المساعدات بصورة كاملة، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. ويجدد مجلس التعاون على الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنه في قطاع غزه ومحيطها، ويطالب بالوقف الفوري لاطلاق النار والعمليات العسكريه الاسرائيليه وضمان توفير ووصول كافه المساعدات الانسانيه والاغاثيه والاحتياجات الاساسيه لسكان غزه، ومطالبه المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحمايه للمدنيين في قطاع غزه. من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال إن التحدي الأكبر في المنطقة هو العدوان على قطاع غزة، وأكد الصفدي أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الكافية لغزة، مشيرا إلى أن أهالي القطاع يواجهون خطر المجاعة. نواجه اليوم التحدي الأكبر في منطقتنا وهو استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، نعمل جميعا من أجل وقف هذا العدوان ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية لأكثر من 1,300,000 فلسطيني يواجهون المجاعة حسب تقديرات منظمات أممية وغيرها، وما تزال إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لها. كما ذكرت دولة الأخ، القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية جميعا، ولن نألو جهدا في العمل من أجل إنهاء هذا العدوان ومن أجل القيام بكل ما يلزم لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، والذي لن يتحقق إلا إذا ما حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمها حقهم في الدولة والحرية على ترابهم الوطني على خطوط 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وربما يلزم الآن التأكيد على أن على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فاعل، ليس فقط لوقف العدوان على غزة، ولكن أيضا لوقف الإجراءات اللاشرعية التي تستمر إسرائيل في القيام بها في القوة في الضفة الغربية المحتلة. أصابة ولمزيد من المتابعة نفتح نافذة من الرياض مع دكتور محمد صالح الحربي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، يعني بعد التحية شكري، خلال الاجتماع التشاوري أكد على الأهمية المتزايدة التي تكتسبها آلية التشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي، كيف يمثل هذا التشاور يعني في ظل هذه التحديات التي تواجه المنطقة؟ مساء الخير، تحية لكم مشاهديكم الكرام. نعرف انه بدأنا نتحرك كتلة سياسية واحدة منذ اكثر من 5 اعوام، ولاحظنا الاجتماعات التشاورية الدائمة المستمرة، اللجان الوزارية المنبثقة من القمة العربية الاسلامية الاستثنائية في نوفمبر، والان لدينا 3 اجتماعات دائما ما نطلق عليها اجتماعات الطاولة المستديرة. الاجتماع الاول لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته 159، الاجتماع الثاني مع جمهورية مصر العربية 6+1، وأيضا مع الأردن والمغرب، فهي تأتي في مرحلة شديدة صعبة جدا جدا يمر بها العالم، حرب غزة الدامية
الطاغية من الآلة الصهيونية المستمرة في تحدي المجتمع الدولي. فالآن بدأنا بالتحرك في ملفات عدة، اللي هو الملف التشاوري القانوني السياسي الدبلوماسي، والتحرك على ذلك جرائم حرب إسرائيل لا يمكن يا سيدي العزيز أن تسقط بالتقادم. فالآن نتكلم على محورين: محور الأمن القومي العربي، وهو ما جاء في مشاورات دول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية مصر العربية برئاسة معالي الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، وهو وزير الخارجية ورئيس الدورة الحالية، تحدثوا عن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية والسودان، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأيضا الأحداث المتسارعة والمتلاحقة. نعم. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد على الموقف العربي الراهن من القضايا المتعلقة بالحرب في غزة، يعني كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ الموضوع غزة موضوع كبير جديد. الولايات المتحدة الأمريكية مرتبكة، إسرائيل متخبطة، الوضع في إسرائيل جدا جدا، هناك انتخابات أمريكية لا ندري ماذا سيحصل لها، وإن كان هناك اضطراب داخل الولايات المتحدة الأمريكية وانخفاض شعبية الديمقراطيين وعلى رأس الرئيس بايدن. ولاية ميتشيغان وهي عربية مسلمة دائما ما تفرق في التصويت، وهي ولاية متأرجحة ستعطي أو أندرت وأعطت إنذار. أوصلنا رسائل ككتلة سياسية عربية إسلامية موحدة، كان هناك لجنة وزارية جابت دول مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وأظهرت أنه لا يمكن التمادي الآن، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبالتالي التحدث في ملف الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، هذا تطور جدا جدا، لأن دائما بياناتهم كانت بصيغة قانونية شديدة اللهجة وحادة. فالآن هناك أولويات، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إيقاف العبث الصهيوني الدامي القاتل، قتلة الأطفال في قطاع غزة، وبالتالي الحديث عن دولة فلسطينية تأتي بحقوق الشعب الفلسطيني، والحديث يعني سابق لأعوانه في هذه الفترة. شكرا جزيلا دكتور محمد صالح، كنت معنا مباشرة من الرياض. قال الأمين العام أحمد أبو الغيط إن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية المنقذة للحياة يعد حكما بالإعدام وعقابا جماعيا. وخلال استقباله سيجريد كاجا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة، شدد أبو الغيط على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن هذه المأساة بسبب الضوء الأخضر الذي منحته بعض القوى الكبرى لإسرائيل لممارسة العدوان على هذا النحو البشع والمجرد من الإنسانية، مجددا التأكيد على أن الأولوية في هذه المرحلة تنصب على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم والحيلولة دون وقوع مجاعة للفلسطينيين في غزة. من جانبها قالت المسؤولة الأممية أنها اتفقت مع أبو الغيط على أن عودة السلطة الفلسطينية للقطاع تمثل ضرورة ملحة من أجل إعادة إعمار القطاع. تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في محاولة للتوصل إلى هدنة، حيث توقعت حركة حماس أن الاتفاق على هدنة في غزة يمكن أن يتحقق خلال 24 إلى 48 ساعة حال تجاوبت إسرائيل مع مطالبها. وينص الاقتراح الذي تقدمت به دول وسيطة على وقف العدوان لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح 42 محتجزا إسرائيليا في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويأمل الوسطاء أن يتم الاتفاق بشأنه قبل لحلول شهر رمضان. كان مسؤول أمريكي قد أكد في وقت سابق أن إسرائيل وافقت مبدئيا على بنود المقترح، في حين لم تؤكد سلطات الاحتلال تصريحات المسؤول الأمريكي. و
ميدانيا يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 49 بعد المئة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر في القطاع راحت حياتها 90 شهيدا و 177 مصابة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30,410 فلسطينيين، إضافة إلى أكثر من 71,000 إصابة غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. وفي الوقت ذاته أعلن مستشفى كمال عدوان شمال القطاع ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بالمستشفى إلى 15 شهيدة، حيث يواجه الأطفال جفافا شديدا وسوء تغذية في ظل خروج المستشفى عن الخدمة. هذا وقد كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، معلنا تدمير ما وصفها بعشرات الأهداف التابعة لحماس في غارات جوية وقصف مدفعي. وأضاف جيش الاحتلال أن القوات الجوية والمدفعية قصفت نحو 50 هدفا خلال 6 دقائق. كما نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مدينة حمد شمال خان يونس بعد محاصرتها بالدبابات وقصف محيط على مدار عدة ساعات جوا وبرا، فيما نفى جيش الاحتلال مسؤوليته عن وفيات مدنيين خلال الحصول على مساعدات في غزة الأسبوع الماضي، زاعما أن الوفيات حدثت نتيجة التدافع على حد قوله. وقد أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار واستهداف مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس لليوم 42 على التوالي. وأوضح الهلال الأحمر أن آليات الاحتلال تتمركز في محيط المستشفى مع تحرك مستمر لعدد منها ما يمنع حركة الطواقم الطبية خارج المبنى، وذلك بالتزامن مع قصف وإطلاق نار مستمر في محيط المستشفى أو بشكل مباشر عليه. كما أكد الهلال الأحمر أن مخزوني الطعام والوقود في المستشفى لا يكفيان لأكثر من أسبوع واحد، وأن كمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا 3 أيام، وأشار إلى انتشار بعض الأمراض المعدية بين النازحين بسبب تراكم النفايات وانعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة، فضلا عن نفاد بعض المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة. من جانبه قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، قال إن العدوان على غزة سجل مقتل عمال إغاثة وصحفيين أكثر من أي صراع آخر. وأضافت الأونروا أن مصورا صحفيا لديها أصيب بجروح خطيرة وفقد ساقيه جراء القصف على شمال غزة، حيث كان يرسل لقطات لحجم الدمار خلال الأسابيع الماضية. كان مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد أعلن في وقت سابق أنه من غير الواقعي الاعتقاد بأنه يمكن الاستغناء عن الوكالة لأن أنشطتها متعددة ومهمة. وقد حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر ما تعد له سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص خلال شهر رمضان. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الاحتلال يعد تقييدات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة، وأيضا يفرض المزيد من الإجراءات لمنعهم من وصول المدينة، وذلك بهدف تكريس فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وتعميق تهويدها وضمها، مشددة على أن دولة الاحتلال ومؤسساتها تحاول شيطنة السلوك الفلسطيني بشهر رمضان، وتشن حملة تضليل واسعة النطاق لهذا الغرض لتبرير قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني عامة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة، وصفة تلك الإجراءات بأنها سياسة تهدف إلى كيل التهم للجانب الفلسطيني لإخفاء حجم العقوبات الجماعية والاستعمار والكراهية والعنصرية والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وحرب الإبادة.
جانب آخر أعرب وفد البرلمان الأوروبي عن شكره العميق لمصر على خلفية الجهود التي تبذلها على مستوى ملف المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. كما طالب الوفد الأوروبي خلال زيارته مدينة العريش ومعبر رفح، طالب الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين. نقدر الدور المصري الكبير في مساعدة الناس في قطاع غزة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية والغذائية أو من خلال الجرحى والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات الإنسانية الصعب داخل قطاع غزة، ونعمل على وقف إطلاق النار بين الجانبين وعودة الرهائن الإسرائيليين. كذلك لا بد من فتح معابر وطرق جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، لا نريد أي دماء جديدة. هذا وتواصل مصر فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العريش مراسل أمين للأخبار محمد عبد الصبور. محمد، بعد التحية حدثنا عن التفاصيل لديك وآخر المستجدات على مدار اليوم في استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. مساء الخير ألاء، مساء الخير أشرف، مساء الخير على مشاهدي قناتي لأخبار في كل مكان. في واقع الأمر جهود مصرية مكثفة على مستوى ملف المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بيتزامن معه زيارة مهمة لوفد البرلمان الأوروبي. يعني إذا تحدثنا عن مسألة المساعدات وبدأنا بالمشهد عبر معبر رفح البري، هو شريان الحياة الوحيد بالتماس مع قطاع غزة، بيتحدث عن مرور ما يقرب من 172 شاحنة عبر منفذ كرم أبو سالم، ونتحدث عن حوالي 32 شاحنة من منفذ العوجة، بالإضافة إلى مرور 4 شاحنات للغاز. كما استقبل معبر رفح ما يقرب من 23 جريحا، بالإضافة إلى 40 من المرافقين. كما فتح معبر رفح أبوابه أمام خروج أصحاب الجنسية المزدوجة وأصحاب الإقامات المصرية والأجنبية. على أي حال، هذه الزيارة التي أتت إلى العريش من خلال البرلمان الأوروبي برئاسة السيد أودو بولمان، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان الأوروبي، بدأت الجولة بتفقد مستشفيات العريش والاطلاع على الجرحى والمصابين وحالتهم، ثم بعد ذلك توجهوا إلى المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر واطلعوا على الدور المصري وحجم المساعدات الإنسانية. أخيرا ذهبوا إلى معبر رفح والتقوا ببعض منسقي الشؤون الإغاثية والإنسانية، وتوجهت بسؤال من على معبر رفح إلى مسؤول لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. سألت سؤال محدد، قلت له عندما سمعنا عن 100 قتل أو 100 شخص قتل وأكثر من 100 الجرحى نتيجة أنهم فقط يريدون أن يأكلوا، يريدون أن يحصلوا على الطعام، ألا يشكل هذا صدمة لمنظومة حقوق الإنسان العالمية؟ وكيف تضغطون على إسرائيل لإدخال مزيد من المساعدات؟ قال طبعا نحن نعلم تماما الوضع المأساوي وغير الإنساني داخل قطاع غزة، ودائما نتطلع ونمارس ضغوط كبيرة من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين، ونثمن الدور المصري سواء ما رأيناه داخل المستشفيات للجرحى والمصابين وما لقوه من رعاية عاجلة أو على مستوى ملف المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي. وطالب طبعا، قال أننا سنرفع تقرير إلى البرلمان الأوروبي للضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار من جانب حتى تسنى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية. ربما هذه الزيارات تشكل نوع من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، مع الضغوط طبعا في الشارع الإسرائيلي ومع الضغوط الدولية الأخرى، وربما هذا يتزامن مع تغير في الموقف الدولي الذي بدأ في البداية بإدانة الاحتلال الإسرائيلي، ثم طلب هدنة، ثم بعد ذلك نرى الأصوات تتعالى نحو وقف إطلاق النار ونحو إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية ونحو التأكيد على الملف الإنساني، وأن الوضع أصبح كارثي ولا يتحمل على الإطلاق السكوت عليه. هذا ما أكد عليه البرلمان الأوروبي خلال زيارته اليوم للعريش ومعبر رفح. كنا طبعا هذا يتزامن مع مساعدات بحرية وأيضا مطار العريش الذي يستقبل على مدار اليوم العديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة طبعا للتنسيق المستمر بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، وأن المساعدات المصرية لا تقتصر فقط على إرسال مساعدات إنسانية عبر معبر رفح، بل تمتد
هذه المساعدات، ويمتد الدور المصري الى اكثر من ذلك من خلال انشاء مخيمات اغاثيه داخل قطاع غزه وتحديدا في منطقه جنوب غرب خان يونس، وهو المخيم الاغاثي الثاني والذي يتم امداده دائما بالماء والطعام وكافه مستلزمات الحياه، والذي يتسع لاكثر من 10,000 من النازحين الفلسطينيين. نعم، محمد عبد الصبور مراسل النيل الاخبار كنت معنا على الهواء مباشره، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعه الوفيه. تعهد الحوثيون في اليمن بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن روبن بار المملوكة لشركة بريطانية. وفي تلك الأثناء أفادت وزارة الدفاع الإيطالية أنها أسقطت طائرة مسيرة حوثية بعد اقترابها من مدمرة تابعة لها في البحر الأحمر. وقد ندد وزير الدفاع الإيطالي بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. هذا ومن المقرر أن تشارك إيطاليا في القوة الدولية للحماية البحرية في البحر الأحمر التي شكلها الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الإيطالي على مشاركة روما في القوة الدولية الثلاثاء المقبل. أكد رئيس أركان الجيش العراقي استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي الذي يترأس اللجنة إن اجتماعا بين الجانبين سيعقد كل 15 يوما، مبينا أن الاجتماعات تسير بشكل سلس وصولا إلى ملف تحديد التوقيتات الزمنية لإنهاء مهمة التحالف في العراق. وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن التحالف الدولي تقتصر مهامه الآن على الإسناد الجوي ولا توجد لديه أي قوات عسكرية على الأرض، لافتا إلى أن النقاش مع التحالف يركز على الجانبين الجوي والاستخباري، مؤكدا أن القوات البرية العراقية قادرة على أداء المهام ولا تحتاج لأي قوات لدعمها أو إسنادها. انتخب البرلمان الباكستاني المشكل حديثا شهباز شريف رئيسا للوزراء للمرة الثانية، وذلك بعد 3 أسابيع من انتخابات عامة وتفوق شريف على عمر أيوب المرشح المدعوم من رئيس الوزراء السابق المسجون حاليا عمران خان. وحصل شريف على 201 صوت من أصوات البرلمان، وهو ما يزيد على العدد المطلوب في المجلس ويبلغ 169 صوتا. هذا وقد قبل إعلان فوز شريف باحتجاجات صاخبة من حزب مجلس الاتحاد المدعوم من خان. وكان المرشحون المدعومون من خان قد حصلوا على أكبر عدد من المقاعد، لكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية، مما فتح الباب أمام انتخاب شهباز رئيسا للوزراء بعد امتناع شقيقه عن تولي المنصب. أشرفنا متواصلة معكم وفيها بعد أخبار الاقتصاد. القوات المسلحة تدفع بلجنة في جنوب البلاد لتسوية المواقف التجليدية الخاصة بالمواطنين في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. قناة النيل الأخبار على nile.eg، الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. الأخبار nile.eg معك في كل مكان. عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي. قناة نيل الأخبار.
مع وقفتنا الاقتصادية وآخر أخبار المال والأعمال ومحمد سليمان. تفضل محمد. شكرا لك يا علاء وأشكرك أصلا. مرحبا بكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة وتتابعونا فيها. رئيس الوزراء يتابع تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أهلا بكم. جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري لما تمثله من دور واضح في رفع مستوى معيشة المواطنين في القرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي الاجتماع لمتابعة تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتور هالة السعيد. وأكد مدبولي اهتمام الدولة البالغ بمعدلات تنفيذ مشروعات هذه المبادرة وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع. من جانبها أوضحت دكتور هالة السعيد أن موازنة العام المالي المقبل سيتم التركيز فيها على قطاعات الصحة والتعليم والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم العمل حاليا على تدقيق التكلفة المقربة للمبادرة في مرحلتها الثانية. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية التي تربطها بدولة إيطاليا والحرص على تعزيزها لدعم المصالح المشتركة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقائه ميكي يالي كوارني سفير إيطاليا لدى مصر. كما أكد مدبولي الحرص على تدليل كافة التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في خوض مجال الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين، وذلك في القطاعات المستهدفة وفق الأولويات التي تمنحها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أعرب عن تطلعه لاستقبال السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا بالقاهرة في أقرب فرصة. ومن جانبه أعرب السفير الإيطالي عن تطلع رئيسة وزراء بلاده لزيارة مصر في إطار البناء على مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية لكلا البلدين. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطتها الطموحة للإعلان عن قناة خضراء بحلول عام 2030. تأكيدات ربيع جاءت خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مارلوج 13 والذي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية بحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير وبمشاركة عدد كبير من مسؤولي صناعة النقل البحري عربيا وإقليميا ودوليا. ودعا ربيع كافة المستثمرين والكيانات الاقتصادية والصناعية والبحرية للدخول في شركات استثمارية مع قناة السويس وشركاتها في كافة الفرص الواعدة. وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير على اعتماد مبلغ 307 ملايين و350 ألف جنيه ل 426 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي 86 من 100 رأس ماشية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد إن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و 572 مليون جنيه لحوالي 43,500 مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 505,000 رأس ماشية، سواء كانت عجولا لإنتاج اللحوم أو عالية الإنتاجية لإضرار الألبان، وذلك لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
تابعنا أداء نشاط البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات أولى جلسات الأسبوع وسط عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية. خاضعتها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد والعرب. وارتفع النشر الرئيسي إيجاك 30 بنحو 3% مغلقا دون مستوى 29,060 نقطة، في حين تراجع المؤشران إيجاك 70 وإيجاك 100 بنسب بلغت 2% و1% على الترتيب. انتهت اخبارنا الاقتصاديه وعوده الى زميلي اشرف عبد الحليم وعلاء حامد لاستكمال البرنامج، تفضل. شكرا محمد. نعود الى متابعه اخبارنا، حيث قامت القوات المسلحه بدفع لجنه تجنيديه قضائيه لتسويه المواقف التجنيديه الخاصه بالمواطنين في حلايب وشلاتين وابو رماد وتسليمهم شهادات المعامله التجنيديه بالمجان. كما تم الدفع بقافله طبيه لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني لابناء تلك المناطق وتوزيع المواد الغذائيه المجانيه على المواطنين بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المبارك. إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية، قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام. كذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق. خلال أعمال اللجنة أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لأبناء الوطن خاصة قاطني المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة، احنا بنيجي كل سنة لأبناء حلايب وشلاتين وبرماد ووادي العلائي لتسوية موقفهم التجنيدي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بدون أي رسوم مادية. فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم. تم استلام الشهادة من غير أي رسوم ولا تعب ولا أي حاجة، وبالعكس تسهيل أمور كثيرة للشباب بالذات شباب شلتين. ألف شكر. اللجان التجنيدية وجاتنا لحد عندنا وسلمتنا الشهادات طبعا بدون رسوم طبعا. نشكر القوات المسلحة لتوفير الشهادة في المنطقة وتذليل الصعاب. والجيش مركز على نقطة السهل لأنه بيحاول يبني إنسان قوي متعلم بحيث يقدر يواجه به الظروف، خصوصا أنه في منطقة حدودية بيحتاج أن هو ينشئ جيل صحي قوي أن هو يجابه المخاطر الأوضاع الموجودة، فدفتة طبعا المجهود الموجودة جدا غير باقي المجالات طبعا اللي بيشارك في القوات المسلحة. تأتي تلك الجهود انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتلك المناطق وتوفير أوجه الدعم الكامل لهم. وافق مجلس الشيوخ مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ويهدف مشروع القانون إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوحيد برامج الدعم النقدي في منظومة موحدة. تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 17 من الدستور والتي تضمن توفير ضمان اجتماعي لمن لا يتمتع بخدمات التأمين الاجتماعي، تقدمت الحكومة بمشروع قانون لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعلى ذلك جاءت موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي
وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا. كما يستهدف مشروع القانون كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وكذا تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العمليات الدراسية. كذلك يهدف مشروع القانون إلى توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنح من الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي وتنظيم المنح لتعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة وبما يكفل لهم حياة كريمة. المجلس وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وناقش عددا من مواده، وأرجى استكمال النقاش حوله لجلسة قادمة. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا هو الهدف من وراء تقدم الحكومة بمشروع قانون لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وعلى ذلك جاءت موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون الذي يهدف كذلك إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية. المجلس الشيوخ محمود إسماعيل النيل للأخبار. نهاية أخبار الثامنة، تذكير بأهم ما ورد بها من أخبار. السيسي يبحث مع مدير منظمة الفاو الأوضاع الإنسانية في غزة، ويؤكد ضرورة تقديم كل سبل الدعم الإنساني والمساعدات لأهالي القطاع. وخلال الاجتماع التشاوري المصري الخليجي، شكري يحذر من عواقب أي عملية عسكرية في رفح، ويشدد على ضرورة وضع حد للممارسات المعرقلة لإنفاذ المساعدات. مع اقتراب العدوان من شهر السادس، الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية بسبب حصار مستشفى الأمل اليوم الثاني والأربعين. وفي نهاية النشرة لكم التحية من النيل للأخبار والفضائيات المصرية. شكرا لكم وإلى اللقاء.